رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا، أي خالي البطن من الجوع، هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وفي رواية أخرى سئل هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من النقيق، قال لم يره فضلا عن أكله، أي هذا الخبز الخالي من النخالة. قال هل لكم يعني كانت مناخل؟ قال لا، كانوا يعني ينفخون عليه، طار ما طار وبقي ما بقي من يعني هذه النخالة التي تكون بعد طحن الشعير. وما أكل النبي صلى الله عليه وسلم الخبز المرقق، هذا كله ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأكل الخبز المرقق ويكون عنده مناخل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ينفق المال على الناس ولا يبقي شيئا، ويبيت يعني طاويا، واختار حياة الفقر هذه لأنها من أعلى المسالك إلى الله سبحانه وتعالى وأعلى المراتب في اليقين، أن الإنسان ينفق كل ما عنده ويبيت طاويا ولا تهتز ثقته بالله سبحانه وتعالى، ويتيقن أن الله سبحانه وتعالى سيأجره على هذا. المهم والشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حال حياته في المدينة، خصوصا لأنه كان فيها ملكا وكان قائدا وجاءته الأموال الكثيرة وكان سيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار حياة الفقر وحياة الزهد، يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله من الجوع. يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري المناخل وأن يرقق الخبز وأن يعني يأكل الطعام عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أخرى أنه لم يأكل من الخبز واللحم مرتين في يوم واحد. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار طريق الزهد، طريق الفقر، أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى متقللا من الدنيا، وهذا حال يعني من يريد من الناس أن يفعلون ذلك. أنت تريد من الناس أن تسير إلى الله سبحانه وتعالى وتترك الدنيا وتزهد في الدنيا وتحقق الدنيا، وأنت مثلا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى قصرا، أو أنه عليه الصلاة والسلام جمع الأموال، أو أنه كان يأكل الطعام الكثير في اليوم الواحد، يعني كيف الناس الآن ستتقلل من الدنيا وتزهد في الدنيا؟ كان هو الأسوة، وهو اختار أيضا الطريق الأشد وهي الأعلى وهي التي فيها المراتب العلية، أنك تنفق كل شيء ولا يبقى عندك شيء من أجل الله سبحانه وتعالى، وتثق أن الله سبحانه وتعالى سيعوضك عن هذا الجهد وهذه المشقة وهذا العناء.